أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي الكرام. نسأل الله أن تكونوا بخير دائما، ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا وأن يهدينا إلى سواء السبيل، إنه على كل شيء قدير. موضوع الليلة إن شاء الله كشف الأقصى في تونس سيفجر ثورة عالمية أخرى من تونس ضد أتباع الديانات الثلاث، وجزاء قوم الكوثر والتكاثر. ليعلم الجميع أن الحقيقة لا تكون في أتباع الديانات الثلاث أبدا، لأنهم أكد الله أنهم كفروا بالتوراة وكفروا بالإنجيل وكفروا بالقرآن. إذن الحقيقة لا توجد إلا في كتب الله، وخاصة إذا وجدتم إجماع بين التوراة والإنجيل، أول كتاب وآخر كتاب. إذا وجدتم الإجماع يعني أنكم وجدتم اليقين، فمن يهرب عن هذا الأمر فاعذروني أنه لا يوجد في قلبه ذرة إيمان، لأن اليقين كلمة الله. من ينكر كلمة الله فهو من أتباع إبليس، لأن رائحة كلمة الله هي رائحة الحق والإطمئنان واليقين الذي لا يوجد فيه شك. عندما تعودون لدراسة كتب الله ستجدون أن القدس بربرية، وأن جميع المرسلين بربر، وأن كل الأمم دارت في الأمة البربرية وسرقوا منها كل عظيم وكل كريم، حتى أبناءها نسبوهم إليهم زورا وبهتانا. إذا كانت التوراة الآن تقول أن النبي يعقوب من شعب البربر، هل تكذبون التوراة وهذا في كتبهم يكتبونها لأنها حقيقة لا يستطيعون أن يبتعدوا عليه؟ وما عرف الإيمان في منطقة على الأرض إلا في أرض البر. الإيمان عرف في الأريسيين، كانوا من بني إسرائيل وسامريين، جاءهم رسول الله عيسى الذي منهم تلاميذه وتلاميذه الإفراكسيس، توانسة وجزائريين وليبيين موريين الفراشيش الآن. إذا كان رسول الله عيسى تلاميذه الفراكسيس الفراشيش البربر، والنبي يعقوب من شعب البربر، النبي يعقوب ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هو بربري فإن إبراهيم وإن نوح وإن محمد وإن أيوب وصالح وداود وجميع الأنبياء والمرسلين كلهم من شعب البربر. بعد قليل ستسمعون خبرا مفاده أن علماء الآثار اكتشفوا أن الأرض المقدسة في تونس، وأنهم وجدوا أكبر دليل أثري للهيكل وبالتالي لكل مقدسات التوراة والإنجيل والقرآن الذين بحثوا فيها في كامل الشرق الأوسط، في اليمن والعراق وفلسطين ومصر وكل البلدان وسوريا وتركيا، لم يجدوا شيئا يدل على كون تلك البلاد فيها رائحة الإيمان أبدا. بعد قليل سيعلم المسيحيون
أن اليهود قادوهم إلى الحج إلى رجسة الخراب القائمة حيث لا ينبغي في التوراة والإنجيل، التي ستخرب ويثنى أهلها، وأنها في أرض الأعداء بابل الشرق الوثني الأوسط. بعد قليل سيعلم اليهود أن علمائهم زوروا مكان الأرض المقدسة ونقلوها من ترشيش غربا إلى بابل شرقا. سيقولون لهم إن بابل سبتنا وعدنا إليها سيرا، لم نصل إليها إلا بعد 4 أشهر، هذا في التوراة، فكيف أصبحت مسيرة شهر واحد في العراق من العراق إلى فلسطين؟ بعد قليل سيسأل المسلمون كل عربي يمشي على وجه الأرض كيف أو بأي آيات القرآن عدتم لنفس حج الجاهلية حول الكعبة، حج الوثني، هل كفر رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام وانقلب على عقبيه، وهل وكيف انقلب على عقبيه ولم يكن يحج حج الجاهلية، أم انقلب على أعقابكم أنتم، أم أنتم من انقلبتم على أعقابكم لنفس حج الجاهلية بعد قتلكم رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام لتعبدوا بالإسلام الحجارة، كرسي قديد أطلقتم عليه الصفاء، والصفاء الجلجال في التوراة بالأرض المقدسة أرست عليها سفينة نوح وسميت الصفا باسم سمعان القيرواني الذي حمل الصفا على بدل رسول الله عيسى، أم لتعبدوا قاعدة منات وسميتموها المروة، والمروة من الري من الماء المفجر بالآيات في 7 أبار حفرهن إبراهيم علامة لمكان الأقصى وتذكارا لأحد أيام الله الذي فجر فيها الماء لإسماعيل نبيه عليه الصلاة والسلام وعليه وعلى أبيه 1000 صلاة و1000 سلام، أم تعبدون عرف مقر عبادة الشمس والقرآن قدس الأعراف سدرة منتهى الأرض ومنتهى الإسراء جبل أصحاب الأعراف الذين سيدينونكم على ما فرطتم في القرآن إذ اتخذتموه لهوا ولعبا ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء أهل الصيفة البربر الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة قد رحمنا الله وعاد إلينا وكشف عن قدسنا وعدنا لأننا نحن الذين نذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبنا وليس الذين إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا من حولك وتركوك قائما أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على من؟ على الكافرين من هم الكافرين؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا لم يقل الذين لم يؤمنوا بالقرآن لم يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بل قال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب القرآن فصلناه على علم ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله وهذا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل لقد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل
قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فنعمل غير الذي كنا نعمل، يعني كل أعمالهم باطلة. القرآن يشهد، الله يشهد أن كل أعمالهم باطلة. غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أم إن تحريفكم للقرآن لم يجعلنا نعرف أن الأعراف جبل البربر عرف من فوقها عرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، ثمانية أعراف تحمل عرش الرب يوم الحساب في القدس، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. بدلتموها وجعلتموها غرفة، غرف مبنية. هل نسمي غرف مبنية؟ لا تسمى الغرفة إلا أن تبنى. قالوا إنها غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. فكيف تجري الأنهار من تحت الغرف؟ فكيف؟ أم إنها تجري من تحت الأعراف، من تحت جبل قاف السبع طباق، وماء الأعراف الكوثر نهر أورشليم دار السلام. الكوثر سيجري في جبالنا. ثمانية أعراف وليست غرفة كما حرفتموها. وفي المشعر الحرام الكثيف الملتف مظلة داود عليه الصلاة والسلام. وليس عرفتكم التي عليها نصب إبليس تلبونها في حجكم، لبيك اللهم لبيك لا حول ولا قوة إلا بالله. حينها يتبرأ كل بشر من شياطينه، من شيطانه الإنسي الذي تحالف عليه مع إبليس وقاد كل البشرية طوال 2000 سنة لعبادة الشيطان، وترك قدس الله مرعى للثعالب في رؤوس الجبال. حينها تنزع العمائم وتداس المسابح وتحلق اللحي، لأنها ظهرت أنها لطيوس ليس لبشر. حينها تطهر المساجد والكنائس من كهنة إبليس، ويظهر قدس الله في أرض الله، وتبدأ عبادة الله التي تعطلت طوال 2000 سنة بالمخربين أتباع إبليس. مما هو معلوم أن الكتب السماوية قد تنبأت بهذا الزمان، والقدرة التي يصل إليها التقدم الهائل الذي لم يسخر لخدمة البشرية ليعم العدل والسلام، بل سخر للنهب والاستغلال والخطيئة والغش حتى صار تقدم العالم لعنة عليه. ومن تلك العلوم علم اليقين الذي يمكننا أن نرى به أين جهنم وأين النار كما أخبرنا الله تبارك وتعالى. وقد قال لنا أنه سيجعل أصحاب التكاثر في جهنم بأرضهم، بينما سيجعل أصحاب الكوثر جنات سماها دار السلام، يعني أورشليم. فقال للعرب في القرآن: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، أخبرهم الله أنه سيصلون إلى درجة من العلم. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون علم آخر، تأكيد أنه علم اليقين وعلم عين اليقين، أنه علم بعد علم، علم أول وعلم ثاني. كلا لو تعلمون علم اليقين، علم التحليل المخبري والدراسات وكل درجة كبيرة من العلم، لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين. لترون الجحيم بالعلم، ولتتأكدوا أنها محيطة بشبه الجزيرة العربية، فقال عنها:
وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وما هم عنها بغائبين. وهي التي نراها الآن بالوادي المتصدع المحيط بشبه الجزيرة العربية، والذي ذكره الله ونسبه إليهم فقال في أحد أوصافهم: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بغزة شهود، يعني أنهم الآن فوقها تأكيدا لقوله وما هم عنها بغائبين، وأنها لمحيطة بالكافرين، وإذ هم عليها قعود. وهذا هو الوادي المتصدع المحيط بشبه الجزيرة العربية كلها ظهر. ثم لترونها عين اليقين تظهر إلى السطح براكينا، وترونها بعينكم بعد رؤيتها بعين اليقين. ستشاهدون بعد علم اليقين، تشاهدونها بالعين المجرد. وإن منكم إلا واردها، قال لهم الله هكذا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وهؤلاء هم الفريقين، أهل التكاثر وأهل الكوثر، أتباع محمد أهل الكوثر، وأتباع بني أمية والصحابة هم في أهل التكاثر، أهل الذين فضلوا الإيمان على الملك وتسابقوا إلى الملك وملكوا الناس بالقهر والسيف طوال 1400 سنة. وأما الفريق الثاني الذي مع رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام ومع منتهى إسرائه، فأعطاهم الكوثر لأنهم اتبعوا قدسه، لأنهم أمروا بعبادته وكفروا بعبادة أهل الجاهلية حول الكعبة. فأي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ إنا أعطيناك الكوثر نهر ماء الحياة بجبل قاف تونس. فصل لربك وانحر، الصلاة في القدس السماوية بجبل الطور ذا السبع الطباق والثمانية أعراب في تونس، جبل إشعياء النبي أعلى جبال تونس. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك من شناء الرسول صلى الله عليه وسلم وسابق وتمثل وتقول كي يخاصمه في مكانته هو أبا بكر. نوله ما تولى، قال في القرآن نوله ما تولى ثم نصليه جهنم، أي نجعله واليا، وهو من فرض بالسيف حج الجاهلية. فالدين واحد في الرسالات السماوية، فرضت نفس الشيء، نفس الصلاة نحو القبلة المغرب بجبل قاف، جبل صهيون في التوراة، بجزيرة أطلنطس المقدسة قبل الطوفان اسمها هكذا، نفس الحج الذي حجه من نوح عليه الصلاة والسلام وآدم وجميع الأنبياء بعده عليهم الصلاة والسلام، نفس الحج في أورشليم دار السلام في القرآن، نفس الزكاة يأتي بها الناس إلى قدس الله، ليس يأكلون مال الله والزكاة يأكلونها طوال 1400 سنة. من منهم قدم الزكاة إلى الله في قدس؟ لا أحد. ليأكل منها ضيوف الرحمن الوافدين عليه في بيته فيجدون ما يأكلون ويشربون. نفس الصوم في نفس الشهر، كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا، هكذا قال القرآن، ليس هكذا قال اليهود أو المسيحيين أو العرب. إذن تأكدوا أن اليهود والمسيحيين والعرب والمسلمين خالفوا كل كتب الله، والله شهد عليهم في هذا الأمر فقال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. يعني من الذي سبب الاختلاف
هم الذين كفروا بالتوراة وكفروا بالإنجيل والذين كفروا بالإنجيل والذين كفروا بالقرآن. وما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا سيهدينا نحن هذا الجيل سيهدينا إلى ما اختلفنا فيه ونوحد البشرية. فهدى الله الذين آمنوا جعلنا الله من هؤلاء الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وبهديه وبنوره والله يهدي من يشاء إلى أين؟ إلى صراط المستقيم. وأن هذا صراطي فاتبعوه ولا تتبعوا مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. لا يكون أحدكم في مكة والآخر في فلسطين بل تكونوا كلكم في جبل قاف عند الله. أرسل الله رسوله عيسى عليه وآله الصلاة والسلام مصدقا لموسى عليه وآله الصلاة والسلام ومصدقا للتوراة يعني نفس التعليم، لكن الله خفف بعض الشيء في الفرائض والأحكام على المؤمنين في الإنجيل. جاء في إنجيل متى: لا تظنوا أني جئت لأنقذ الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقذ بل لأكمل. جاء ليكمل بشهادة الإنجيل. وكذلك في الإسلام ما جاء رسولنا ليحرف دين الله ويأمر بعبادة آلهة العرب حول الكعبة ويلغي قدس الله ومنتهى إسرائه ومركز وعد الآخرة حيث ستنزل الخلافة بالأرض المقدسة. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. أنتم يقول لكم العرب إنهم محرفون ويأتون لكم بكتاب أبو قطة هريرة يقول لك هذا دين الله، فأنتم تتبعون أبو قطة وتتركون كتاب الله. أي عقل يعقل به هذا الكلام؟ من قبل هدى للناس، ربي قال أن التوراة هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. من يكفر بالتوراة والإنجيل والقرآن له عذاب أليم لن يفكه أحدا من عذاب الله. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. كيف تأتي ليهودي أو مسيحي وتقول له تعال حج معي إلى آلهة العرب؟ هل هذا صواب؟ وهل هذا سيغني عنك شيئا ويحقق لك دينك ودعوتك؟ أبدا. عندما تدعوه إلى آلهة العرب سيكفر بك ويسميك الكافر، كما يسمون المسلمون كفار، ويسمون أهل المشرق أهل الظلمات، ويسمون أنفسهم أهل النور، لأن العرب قادوكم إلى عبادة آلهتهم حول الكعبة، بينما الله أمرنا أن نعبد الله وحده في منتهى إسراء رسولنا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. على كيفكم ربي هذه بينة، قال لكم اتركوا كلام الناس واتبعوا كلماتي. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وقد تنبأت كل كتب الله ببلوغنا درجة راقية الملالم، ومن ذلك أن الأرض المقدسة تبقى خرابا وحين تظهر يأتيها الناس بالطائرات، كما جاءها رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام بمركبة جبرائيل البراق. جاء في سفر إشعياء 60: من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها. جاء في سفر إشعياء النبي عليه الصلاة والسلام: عزوا شعبي يقول إلهكم، طيب قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كملا، إن إثمها قد
كملا. قد عفي عنه أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها. صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. كل وطاء يرتفع وكل جبل وأكمة ينخفض ويصير المعوج مستقيما. سنسوي الطريق، طريق الحج، كل مرتفع ينخفض ليسوى به المنخفض، وكل عال ينزل ليصير الطريق مستقيم. طريق الحج ليكون مستقيما في هذه الجبال المهجورة. فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا، لأن فم الرب قد تكلم. من فم الرب؟ فم الرب هو الذي يقول كلمة الرب. أما فم الشيطان هو الذي يتحدث بفم أبو قطة هريرة وبغيره، تلمود اليهود أو تلمود العرب. التعزية هنا البشرى، فيقول: بشروا شعبي، أي أتباعي المؤمنين الذين لا يشركون بطاعة أحدا في الأرض أو السماء. يذكر هنا حزن أورشليم الذي بقيت خرابا، لم تعمر ولم تبنى، والتي في علم الله لن تعمر ولن تبقى ولن يسكنها ساكن طيلة وقتين وهما 2000 سنة، لقوله أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن خطاياه، عن كل خطاياه. والحقيقة ليس خطاياه هي، بل خطايا اليهود بني إسرائيل الذين باعوها. كما يذكر أن من يكشف مكان الهيكل يصرخ في الناس ويدعوهم إلى القدس لتعمر وتبنى وتتهيأ للزيارة الكبرى التي سيأتي فيها الله. والقديسيين معه يسوع ومحمد وموسى وإبراهيم عليهم وغير من الأنبياء عليهم وآلهم الصلاة والسلام، ليشهدوا على أتباعهم أمام الله والعالم ويدين الله الجميع، لأن الجميع ظلوا عن طريق الله واتبعوا طريق الشيطان عدو البشرية. ففي القرآن: تبعد الأرض المقدسة عن الكعبة مسيرة 4 أشهر، وفي التوراة أيضا كذلك، فقال في القرآن: فسيحوا في الأرض 4 أشهر سياحة دينية، لا تشد الرحال إلا إلى الأقصى. وفي التوراة مثلها أيضا. وفي هذا الأمر نبوءات عديدة لثورة ستقع في أرض البربر عندما يكشف الهيكل. أذكر الليلة منها: الناس نصبوا الجلسة ويتحدثوا بالشوارب كما نراهم في أجهزة الاتصال بالتلفاز أو التليفونات مثلا، على طمها تصير قصة من معظمات النوايب. في الجو نصبوا العسى طيار حوام حاضب، الطيار الحوام الحاضب والقمر الاصطناعي كأنه يرى هذا الأمر. بحرك وحديد لمسة ويطمها من غرايب، ومن طنجة حتى القفصة لعبت عليها الضبايل، ورجال من سوس لقصة جت فازعة بالقضايل، ونوحي تراية بسها لموال راحت جدايب، ومن وعد الله بقصة ما تنفعوش الكتايب، لو يعملوه في غرز دمسة ويقفلوا عليه الحجايب. وهذه عن إشارة إلى الإمام المهدي أنه يخفي نفسه ولكن يظهره الله رغم أنفه، لما يريد الله أن يظهره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.